أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين 13 أبريل أن وقف انتشار وباء كورونا بشكل كامل يتطلب لقاحا، مشيرة أن هذا الفيروس يعد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا H1N1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك. وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف أن البيانات التي جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة واضحة عن هذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه. وأضاف: نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، ونعرف أنه فتاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009، داعيا إلى رفع الحجر الصحي في العالم بالتدريج. وتجدر الإشارة أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تفشي هذا الوباء القاتل، وقد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي. قرر إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم الغد 20 مارس 2020 على الساعة 6:00 مساء.